السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في فلوج جديد، فيديو جديد واحداث جديده في القناه. اليوم ان شاء الله جينا هنايا للطبيعه كيف ما كتشوفوا معنا. جينا انا وعادي لوروكسي بحال ديما بثلاثه بينا ما عندنا حتى شي واحد في هذا القنت هذا اللي ساكنين فيه. الوغ كنجيو هكا بوحديتنا جايين بيكنيك خفيف ظريف، جايبين معنا غنديروا هكا قطبان. المهم تشوفوا معايا انتوما داكشي متيول شويه شويه من الحاجه. هنايا سلطه زبيتنات وهانتوما معانا وبسكوي باش نديرو به من بعد الغوبارك. وهذا مكان خليكم معنا باش تعيشوا معنا اللحظات. روكسي اجي اجي هيا روكسي، خليكم معنا تعيشوا معنا اللحظات كاملين، ما تمشيو حتى بلاصه. اليوم معكم رشا من الطبيعه وقالت لك بغات تشعل العويدات باش تشوي. دابا واش انت اللي باغا تشعلي العويدات؟ لا روكسي جبنا مجمر، حيت انا بصراحه ما كنبغيش نحفر الارض وندير لها الحجار وهذا، ما كتعرفش شنو كاين مجمر نسالي ندير ليه شويه د الماء نهزو في الطوموبيل ودي معايا فضل ليا من وسخ الدنيا وكتبقى غادي وشاك عندك تكون خليتيها شاعله. سعدات او سعدات او سعدات او شعلات العافيه يا الله كنعرف نشعل العوافيه. تقولوا ما حد قاش ولا شي حاجه. ها هاي دير الفخر فوق العود باش يلا تشد. هما العيالات كلهم كيعرفوا يشعلوا العافيه، يشعلوها بين عباد الله، يشعلوها في العواد في الفخر، كيشعلوها في كل شيء. يا سلام يا سلام يا سلام، الدخان طالع انت كيوقفوا عندنا صحاب البومبي وانت درتي الدخان بزاف. حيت درت العواد لتحت وحطيت عليهم فخر باش تشد العافيه مزيان، مابغاش يشعل لي الفخر بوحديته. ياك فخر بوحديته مابغاش يشعل. مابغاش درنا معاه القوالب، درنا العواد لتحتها شدت العافيه وحطيت فوق منهم فخر باش يشعل. قوالب مع كلشي. دابا راه بغينا ناكلو، عطلتينا. كون جيتي شعلتي العافيه انت. دابا ملي شعلت غنبدا نزيد الفاخر باش يبقى ليا هو شاعل. فخر لا لا ما نزيدش فاخر، في الاخر انت عارفه غنهزو في الطوموبيل ماشي مشكله. كنشدوكم من الطبيعه كنقول لكم ها حنايا، راه قلنا لكم في الفيديو اللي فات مره الانسان يخرج للطبيعه والله الا احسن حاجه من غير ان الانسان يمشي هكا يلا البلايص اللي فيهم الزحام ويشعل العافيه ولكن ماشي في الارض، لان فريمون الناس كيمشيو كيوقعوا الله يستر حوادث بزاف د الحوايج كتشعل العافيه بزاف د الحاجات. الانسان من الاحسن هكا يدي مع المجمر ديالو ملي سالي خوي عليه الماء ويهزو في طوموبيلته. سليم اش كدير؟ كتصور. المهم الكاليتي ديال التصوير غتبان لكم مبدله، حيت البارح استعملنا الكاميرا في التصوير ديال الفلوغ اللي غتشوفوا قبل من هذا ونسيت ما درتهاش تشارجا. الوغ دابا كنصورو غير بالتليفون ديال عادل، داكشي على قد الحال. وصلنا حتى للغابه جينا نخدمو الكاميرا لقينا ديشارجات، دابا كنصورو غير بالتليفون غير قبلوا علينا وصافي. حيت المشكله ما كنقدروش ننسو ونخليو شي حاجه في الضو كنطفيو كلشي. كنحيد انا بالنسبه ليا بالليل خاص الشارجورات كلهم يتحيدوا، التليفونات ما كنشارجي حتى شي حاجه بالليل، اي حاجه كدار في الضو كنحيدها بالليل ما كنخلي حتى شي حاجه لاصقه. هذا هو المبدا اللي غادا به. ودابا حاليا ملي كنكون خارجه اي حاجه من غير الثلاجه هي اللي كنخلي لاصقه في الضو بوحديتها، اولا الكونجيلاتور حتى هو، اما اي حاجه لاصقه في الضو كنحيدها ما كنخلي حتى شي حاجه في الدار وكنبقى بالي مرتاح، ما كنبقاش عندك الله يستر توقع شي حاجه ولا هذه. ايوا هذا هو المبدا ديالي اللي عايشه به، ما عليك غير تقبل عليا وتصبر عليا سي عادي. نوصل الماكلة. ها انا يا خويا ها انا المرا المغربية الوحيدة اللي تتقدر تقول لراجلها خويا، وهي على كل السعادة والفرح، ما فهمتش علاش. عطيه العصير، عطيه كاس كبير.
شكرا له. دابا يا غناكلو هاد البسكوي هذا كيحمقني، كيعجبني بزاف بالكاكاو. سمر سمر شكلاطي. صافي والله هادشي هو اللي كنت كنهضر لكم عليه قبيله. تي الناس مشاو صايبوا هاد الحجر هذا طيب وكل ما عرفتش مشاو خلاو العافيه بحال هكا ساهله. انا داك شويه ديال الماء اللي كان عندنا خويته فوق منها وباقا ساهله، يعني باقي خصها الماء. هادشي هو اللي كنخافوا منه اننا نطيبوا في الغابه في الارض ونخليو العافيه تشعل الله يستر ولا توقع شي حاجه. مالوغوزمون كاينين الناس اللي ما كيفكروش بدماغهم. مهم هذا هو البيكنيك ديالنا، هكا دوزنا نهارنا في الغابه كيف ما شفتوا معنا. حاولنا نشاركوا معكم يعني اغلب اللقطات ولا اللحظات ولا المراحل ولا داكشي اللي عشناه اليوم في النهار كله. وتهلاو لي فراسكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو الجاي. ولا كنتو جداد على هذه القناه ما تنساوش انكم ديروا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تخليو لنا لي لايك ديالكم وتخليو لينا دي كومونتير زوينين بحالكم او انتقاداتكم. مرحبا باي حاجه سواء كانت سلبيه او ايجابيه، مرحبا بكم معنا في القناه. وما تنساوش انكم تبارطاجيو القناه مع اصحابكم باش تزيد عائلتنا تكبر
عائلة رشا عديد ديما في انتظار انتقاداتكم وآراءكم ودعمكم للقناة. شكرا بزاف، تهلاو في راسكم.